السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدنا نشرح نظام الفرامل ونظام منع غلق العجلات اللي هو نظام الـ ABS. أول شيء بدنا ناخذ لمحة موجزة عن مكونات نظام الفرامل، بعديها بنشرحها جزء جزء إن شاء الله. الشكل اللي مبين أمامنا يا شباب يبين أجزاء نظام الفرامل. جهة اليسار هي مقدمة المركبة، جهة اليمين هي المؤخرة. لو جينا طلعنا مثلا على الأجزاء بنلاحظ إنه في عندي في الأمام هان زي ما احنا شايفين نظام الفرامل القرصية اللي هو بنسميه ديسك بريك. في الخلف هان في عندي نظام الفرامل الانفراجية اللي هو بنسميه درم بريك، وفي النص اللي هي الأجزاء الأخرى المكونة. هاتوا خلينا نشوفهن جزء جزء. أول شيء في عندي هان بدال فرامل اللي هي دعسة البريك، يعني في عندي هان المؤازر أو السيرفو اللي بيعمل على مضاعفة القوة اللي جاية من رجل السائق. في عنا الأسطوانة الرئيسية أو الماستر سلندر. في عنا لي التخلخل أو هو عبارة عن بربيج بيكون واصل ما بين مجاري السحب في المحرك وما بين المؤازر اللي خاص بالبريك. في عنا اللي احنا شايفينه هان اللي هي البرابيج والأنابيب اللي بتقوم بتوصيل الزيت إلى الخلف والأمام. في عندي هان صمام المعايرة. في عندي هان مفتاح لمبة تحذير الفرامل، وظيفتها انه اذا صار عندي خلل في احدى الدائرتين بيضوي ضوء امام السائق يبين له انه في مشكلة في نظام الفرامل حتى ياخذ السائق حذره. في عندي هان صمام التناسب، طبعا لاحظ انه صمام التناسب بيكون واصل على الخط الواصل للعجلات الخلفية، وصمام المعايرة بيكون واصل على الخط الواصل للعجلات الامامية. في عنا هان اللي هي الهاند بريك، طبعا الهاند بريك ممكن يكون بالايد وممكن يكون بالرجل زي ما هو مبين امامنا، هنا مبين بالرجل. طبعا الهاند بريك يا شباب عادة بكون له اسلاك وكيبلات وليس مثل البريك العادي عن طريق ضغط الزيت. هذا باختصار الاجزاء الاساسية اللي بتكون منها نظام الفرامل. الان نيجي نشرحهم جزء جزء. أول جزء من أجزاء نظام الفرامل اللي هي دعسة الفرامل أو بدال الفرامل اللي هي بلغتنا العامية بنسميها دعسة البريك، ما بدها شرح كبير، ولكن بدنا نعرف إنه هاي الدعسة بتعمل على تكبير ميكانيكي للقوة. بنلاحظ إنها بتعمل مثل عمل العتلي، فلو جينا لاحظنا لنقطة ارتكاز المبينة عندنا هان المسافة ما بينها وما بين نقطة التأثير اللي بتدعس على البوش رود أو ذراع الدفع اللي بيأثر على السيرفو اللي بدوره بيأثر على الماستر سلندر، طبعا بيكون موجود في هاي المنطقة. كل ما كانت المسافة من هان لهان أطول وهاي أقصر كل ما كانت نسبة تكبير أعلى. بعبارة أخرى نسبة لو جينا قسمنا المسافة من هان لهان على المسافة من هان لهان، كل ما كانت النسبة أكبر كل ما كان التكبير الميكانيكي أكبر. طبعا في عندي كمان تكبير هيدروليكي بالزيت، ولكن هذا تكبير ميكانيكي. بعض السيارات الصغيرة بتعتمد على التكبير الميكانيكي فقط، يعني ما بيكون فيها سيرفو مثل سيارة الفيات 127 إذا بتعرفوها. هاي السيارة ما فيها سيرفو وما فيها تكبير إلا من خلال بدال فرامل. الآن يا شباب نحكي عن المؤازر الفرملي أو السيرفو اللي مبين أمامنا. طبعا السيرفو تم استخدامه في السيارات الحديثة نوعا ما، وظيفته تكبير القوة أيضا اللي جاي من السائق. إذا في عندي التكبير الأول الموجود عندي هان هو عبارة عن تكبير ميكانيكي، في عندي هان كمان تكبير بيتم من خلال السيرفو، وأيضا في عندنا كمان تكبير هيدروليكي. ولكن جهاز السيرفو يا شباب زي ما حكينا يستخدم في السيارات الثقيلة، بعض انواع السيارات الصغيرة مثل فيات 127 مش ما بيكون موجود فيه. وظيفته انه يعمل على زيادة القوة اللي جاي من رجل السائق حتى ايقاف المركبة بالوقت المناسب. هي هذا شكل مكبر بالنسبة لنا. هاي السائق بس يدعس على هاي المنطقة اللي هي على البدال، بيعمل ذراع الدفع والبوش رود المبين عندي هان، بيضغط على السيرفو. طبعا السيرفو رح نشرح مبدأ عمله كيف بيعمل على آلية التكبير. هذا السيرفو اللي مبين أمامنا بيشتغل بالخلخلي، فبيعمل على تكبير القوة وبالتالي بيضغط على البوش رود اللي خاص بالماستر سلندر
والماستر سلندر بتقوم بضغط الزيت الى العجلات الامامية والخلفية. هان طبعا اللي مبين عندي هان هو اللوح الفاصل ما بين حيز المحرك في المنطقة هاي وما بين كابينة الركاب الموجودة في هاي المنطقة. هيا يا شباب، كمان الشكل هذا مبين لي عمل السيرفو بشكل اوضح. بنلاحظ انه في النص انا عندي غشاء مطاطي، وفي عندي هان بيكون صمام ذو اتجاه واحد، وبيكون في عندي بربيج طالع من هان ورايح لمجاري السحب في المحرك، بحيث انه الخلخلة تعمل على دفع الغشاء اللي مبين عندي هان باتجاه اليسار لما السائق يدعس على دعسة بريك، فبيدفع هذا الغشاء باتجاه اليسار حتى يدفع هذا العمود الدفع او البوش رود اللي مبين عندي هان، اللي بيدفع على الماستر سلندر وبزاد، بالتالي بزيد من قوة المؤثر على الماستر سلندر من اجل ايقاف المركبة في الوقت المناسب. طبعا على الجهة الخلفية للغشاء بكون في عندنا ضغط جوي بسبب انه بفتح صمام الخلخلي وبيغلق عندي صمام الضغط الجوي. الان مراحل عمل السيرفو في عندنا مرحلتين، اللي هي المرحلة الاولى مرحلة السكون، والمرحلة الثانية مرحلة العمل اللي هي الفرملي. الشكل اللي امامنا يا شباب ببين لنا السيرفو في حالة السكون. بنلاحظ انه في حالة السكون السائق مش داعس على دعسة البريك، بيكون في عندنا الصمام الهواء الخارجي مغلق طبعا، بس يضغط عليه بيفتح، بصير يدخل من هاي المنطقة من هان. بنلاحظ انه مغلق. في عندنا هذا الغشاء المطاطي اللي مبين عندنا هان اللي احنا شايفينه، في عندنا هذا الصمام مفتوح اللي هو صمام الخلخلي، فبالتالي بيكون على جانبي الغشاء خلخلي، في عندي هان خلخلي وفي عندي هان خلخلي، لذلك الغشاء بضل ثابت في مكانه ما بتحرك لا يمين ولا يسار. فنلاحظ نتيجة لتساوي الضغط أو الخلخلي على جانبي الغشاء المطاطي بيكون ثابت في مكانه، فما بتحرك لا جهة اليمين ولا جهة اليسار. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة العمل. مثل ما احنا ملاحظين في مرحلة العمل، هذا الشكل اللي أمامنا بين في عندنا مرحلة العمل، السائق دعس على دعسة البريك، بنلاحظ انه تحرك هذا الذراع الى اليسار ففتح امامه الصمامات اللي مبينه عندنا هان، فسمح للهواء الجوي بالدخول الى خلف الغشاء المطاطي. هيو شايفين هذا الغشاء المطاطي، خلفه في عندي هان هواء جوي، في نفس الوقت تم اغلاق صمام الخلخلي، اصبحت على هاي الجهة خلخلي واصبح على هاي الجهة ضغط جوي. نتيجة لفرق الضغط، طبعا تقريبا 8 بالـ10 فرق الضغط بينهن، نتيجة لفرق الضغط بين يسار الغشاء ويمينه، فإن الغشاء سوف يتحرك إلى جهة اليسار، وبالتالي بيدفع مع البوش رود أو الذراع اللي مبينان، واللي بالتالي بيأثر على الماستر سلندر أو على الأسطوانة الرئيسية. بنلاحظ إنه الغشاء بده يتحرك إلى اليسار بتأثير 3 قوى. القوة الأولى هي الخلخلي اللي على يسار الغشاء، القوة الثانية اللي هي الضغط الجوي اللي على يمين الغشاء، والقوة الثالثة اللي هي قوة الدفع القادمة من رجل السائق واللي بتدفع هذا الغشاء باتجاه اليسار. الآن في عندي نوع آخر من أنواع السيرفو اللي هو السيرفو الهيدروليكي. طبعا هذا السيرفو يا شباب عادة ما يستخدم في السيارات الأثقل، وبكون مربوط عادة مع السيارات اللي بيكون موجود فيها باور ستيرنج. طبعا في هذا النظام زي ما احنا شايفين في عندي المضختين، مضخة الباور ستيرينج اللي هي نظام التوجيه اللي بيعمل بالزيت، بيطلع منها ضغط عالي قد يصل ل 150 بار، بيمشي الزيت اول شيء بيجي لنظام التوجيه زي ما هو مبين عندنا. من نظام التوجيه يا شباب في عندي خط راجع، هيو هذا الخط الراجع بيرجع لخزان الزيت اللي خاص بالباور ستيرينج، وفي عندي كمان خط للتشغيل بيطلع منه وبيجي عشان يشغل الاسطواني اللي خاصه بالباور ستيرنج. بالاضافه كمان في عندي خط ثالث هيو بيطلع من هان، وين بيجي؟ بيجي للسيرفو الهيدروليكي من اجل التحكم في مكبس هان، بيكون موجود حتى لما السائق يدعس على دعسه البريك بيعمل على دفع المكبس باتجاه اليسار، وبالتالي زياده القوه اللي بمؤثره على الماستر سلندر. ايضا من السيرفو الهيدروليكي في عندي راجع هيو وبرجع لخزان الزيت. في كمان رسمه ثانيه يمكن تكون اوضح شويه، هاي الرسمه اللي مبينه امامنا نفس الشيء. هاي في عندي هان تروس التوجيه، طبعا بكون طالع قبلها بكون طالع الزيت من مضخه التوجيه، هيها بخرج الزيت هيو من مع اللون الاحمر لانه ضغط عالي، بمشي هاي جزء من الزيت بيجي على السيرفو الهيدروليكي اللي مبين عندي هان. طبعا هاي الماستر سلندر و
وهي السيرفو الهيدروليكي. جزء طبعا بيروح على مجمع الضغط، مجمع الضغط وظيفته انه بيخزن ضغط في حاله اذا صار خلل في تزويد المضخه، بكون في عندي زيت مضغوط مجهز هان من الـ من الـ منها او من خلال الاسطوانه الرئيسيه بتفرع، هي بدخل على على الاسطوانه الرئيسيه، بدخل على على السيرفو عفوا، من السيرفو في عندي خط بيطلع بروح للباور ستيرنج، وفي منه راجع برجع للمضخه، وايضا في عندي راجع بكون جاي من خلال السيرفو الهيدروليكي وبرجع الى مضخه التوجيه. طبعا يا شباب بالنسبه للتفاصيل الاضافيه تدرس بالتفصيل في انظمه المركبات في وحدة أخرى بشكل مفصل أكثر من هيك. إحنا حاليا فقط بنعطي لمحة موجزة عن اللي هي نظام السيرفو الهيدروليكي. في عنا نوع ثالث من أنواع السيرفو اللي هو السيرفو الهوائي أو السيرفو النيوماتيكي. استخدم هذا النظام في المركبات الصغيرة التي لا يمكن التعامل فيها مع نظام الخلخلي، حيث تم وضع مضخة هواء لتفعيل النظام الهيدروليكي، وهي المضخة بتعطي ضغط مقداره 7 بار، حيث زي ما احنا شايفين بالشكل اول ما يضغط السائق على رجله بيكون الضغط اللي واصل 3 بار، ويزداد هذا الضغط كلما ضغط السائق اكثر على دعسة البريك. بنلاحظ من هذا بدخل الضغط اللي جاي من المضخة، في عندي ضغط اللي جاي من المضخة بدخل من هان، بمشي حسب ما هو مبين امامنا في الشكل الى ان يصل هذا الصمام، ومن هذا الصمام بدخل الى ان يصل الى يمين السيرفو او الى يمين الشكل او الى يمين البلانجر زي ما هو مبين عندي هان. فلما يصير في عندي ضغط جوي كبير في هاي المنطقة زي ما احنا ملاحظين، لما يصير عندي ضغط اعلى من الضغط الجوي 3 بار 6 بار قد يصل الى 7 بار، فبدفع هذا البلنجر باتجاه الشمال، وبالتالي بيضغط مع ذراع الدفع اللي مبين عندنا في هاي المنطقة. في عندنا هان زي ما احنا شايفين تنفيسي، هاي التنفيسي لما يتحرك المكبس باتجاه اليسار بتسمح للهواء الجوي اللي بيكون موجود في هاي المنطقة للعبور من هذه الفتحة، ولما يتحرك جهة اليسار بدل ما يتكون خلخلي ايضا بتسمح للهواء الجوي انه يرد يعبر. وطبعا حاطين في عندنا فلتر زي ما احنا شايفين، هذا الفلتر يعمل على تنقية الهواء الداخل الى هاي المنطقة من الاوساخ، لانه اذا دخل اوساخ كثيرة تؤدي الى عطل في هذا النظام. في عندي زمرك ارجاع هان، بحيث انه لما بضغط برجلي وبزيحه الى جهة اليسار بيعمل الزمرك على ارجاعه الى مكانه جهة اليمين. الجزء الثالث اللي مبين امامنا من اجزاء نظام الفرملي اللي هو الاسطواني الرئيسية اللي مبين امامنا هان. طبعا هذا هو الشكل الحقيقي لها، بنلاحظ انه في عندنا هان في عندنا خزان للزيت، وتحت في عندنا الاسطوانه الرئيسيه. طبعا عاده بيكون في لها جلدتين، كل جلده بتتحكم في عجلات معينه، ممكن تكون امامي خلفي، ممكن يكون على شكل اكسات. فبكون طالع من هان ضغط زيت مثلا العجلات الاماميه، بكون طالع ضغط زيت من هان العجلات الخلفيه. هذا كمان الشكل الحقيقي لها لمضخة الزيت. مثل ما احنا ملاحظين يا شباب بنلاحظ انه في عندنا هان ذراع الدفع، ذراع الدفع بتحرك فبضغط على الجلد الاولى اللي مبينة عندي هان، وفي عندي الجلد الثاني اللي مبينة هان بتم التأثير عليها من خلال الزيت اللي موجود في النص، بحيث انه لما تحرك هاي جهة اليسار بتضغط زيت الموجود في هاي المنطقة، بصير ضغط عالي لنفرض انه هي مربوطة مع العجلات الخلفية، والجلدي الأمامية اللي مبينة عندي هان بس تنضغط تدفع الزيت اللي موجود هان العجلات الأمامية أو على شكل عرف إكس إلى آخره، رح ندرسه لاحقا بالتفصيل إن شاء الله. هاي أيضا أجزاء الأسطوانة الرئيسية وهي مفككة والأجزاء الداخلية إلها. طبعا هذا بالعملي بتم دراستها بشكل مفصل أكثر. الجزء الرابع من اجزاء نظام الفرامل اسطوانات العجل الفرعيه، زي ما احنا شايفينها طبعا الاسطوانات الفرعيه بتكون موجوده في الدرم بريك اللي هي العجلات الخلفيه. بنلاحظ هي شايفينها اللي مبينه عندنا هان، ماخذها ومكبرها، بدخل الزيت من هاي المنطقه، فلما يدخل بدفع هذا الجزء باتجاه اليمين وهذا الجزء باتجاه اليسار، كل جزء من هاي الجزئين بكون متصلات مع حذاء من الاحذيه الاماميه والخلفيه زي ما هو مبين هان. فبالتالي بدفع هاي الاحذيه الى الخارج وبتكون مركب عليها
الدرام، هاي مسميها دارة الفرامل، اللي هي الدرام اللي بتكون مربوطة مع العجل. فبالتالي عندما تحتك هاي المادة أو المادة الاحتكاكية الموجودة مع الدرام يعمل على إيقاف العجل وفرملة المركب. هاي كمان هاي الصورة مكبرة بشكل أكبر للي شرحناها سابقا. خامسا، أنواع الدوائر الفرملية. يوجد نوعان من الدوائر الفرملية المستخدمة في المركبات وبشكل كبير، وهما الفرامل الدارية أو الانفراجية، أو بنسميها إحنا درام بريك. اثنين، الفرامل القرصية أو الديسك بريك طبعا، أو نسميها السرج. السرج هو أحد أجزائها. الفرامل الانفراجية شباب أو الدارية هي الفرامل القديمة نوعا ما، كانت مستخدمة في المركبات ما قبل الثمانينات في الأربع عجلات، وفي فترة من الثمانينات لبداية 2000 تقريبا مستخدمة في العجلات الخلفية فقط. ومعظم السيارات اللي بعد 2000 تم الاستغناء عن هذه الفرامل واستخدمت الفرامل القرصية، وبعدين بنحكي ليش تم استخدام الديسك بريك بدل منها. إذا هاي الفرامل الدارية أو الانفراجية هي بشكل عام فرامل قديمة زي ما هي مبينة أمامنا، أجزائها كثيرة. في عندنا هنا اللوح اللي بكون راكب عليه، هاي الأجزاء كلها بتكون راكبة على هذا اللوح، هذا الدرم اللي بدور وبكون راكب معاه العجل، هاي الحذاء الخلفي وهاي الحذاء الأمامي، بقية الأجزاء الزنبركات والروابط اللي بتربط ما بينها. في عندنا بعض أنواع الدرام زي ما احنا شايفين عندنا هان، بكونوا عاملين إلها زعانف. هاي الزعانف بالسرعة بتعمل كمروحة، والتي تعمل على تبريد الفرامل أو تبريد الأحذية اللي بتكون موجودة في الداخل. أكبر عدو لنظام الفرامل اللي هو الحرارة. هاي مشكلتها الفرامل الدرام بريك، المشكلة الكبيرة إلها إنه صعوبة التخلص من الحرارة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية اللي أدى إنه يتخلوا عنها وحولوا للديسك بريك، بالإضافة إلى صعوبات أخرى مثل صعوبة الصيانة اللي خاصة بهذا النظام. هاي طبعا درام لنوع آخر ما في زعانف، ولكن هذا اللي مبين عندنا في اليمين في زعانف. عادة هاي المادة أو هذا الدرام يصنع من حديد الزهر أو الصلب والحديد أو الألمنيوم اللي بيكون له بطاني من الحديد. في عندنا لوح التثبيت، يصنع لوح التثبيت من الصلب المكبوس، ويركب اللوح الخلفي بالمسامير إما إلى توصيله التعليق بالمحور الأمامي أو إلى فلنجة مبيت المحور العجل بالمحور الخلفي زي ما احنا شايفين هيو زي ما مبين أمامنا. ها هي قاعدة التثبيت اللي بيركب عليها بقية الأجزاء الأخرى مثل الأحذية والزنبركات وبقية الأجزاء. في عندنا كمان يا شباب أحذية الفرامل، هي اللي مبينة أمامنا. طبعا بيكون في عندنا حذائين في كل درام بريك، بيكون في عندنا حذائين، الحذاء الأمامي اللي عادة بنسميه ليدنج، والحذاء الخلفي اللي بنسميه تريلينج. الحذاء الأمامي عادة بيكون في عليه وبتحمل قوة فرملي أكبر من الحذاء الخلفي. في عندنا عليه مادة، هي المادة الاحتكاكية هاي، طبعا هاي مع مرور الوقت بتهتري ويمكن تغييرها أو تغيير الحذاء بشكل كامل. في زنبركات زي ما احنا شايفين، بتحاول دائما هاي الزنبركات تبعد هاي المادة الاحتكاكية عن الدرام. لما يدعس على دعسة البريك بيجي عندي ضغط الزيت في داخل المضخة الفرعية، واللي بتعمل على دفع هاي الأحذية بعيدا بحيث انها تتلامس مع الدرام بريك او مع الدرام اللي مبين عندي هان، فبالتالي بحدث عندي الفرملي. هاي كمان شكل آخر مبين لنا بالضبط كيف. في عندنا بيكون محور ارتكاز زي ما هو مبين فوق، طبعا محور الارتكاز هذا بيكون يعني ثابت مثبت، او النقطة اللي بتكون موجودة عليه في الاسفل هان مبين في عندي ضبط للخلوص. هذا طبعا يستخدم مع مرور الوقت، كل ما بصير في عندي تآكل في بطانة الاحتكاك ممكن الفه دورة او دورتين حتى اخلي الحذاء يقترب من الدرام حتى يزيد الفرامل. هان في عندي الاسطواني، الاسطواني لما يجيها ضغط زيت بتعمل على دفع الحذاء اليمين واليسار بحيث انها تحتك مع الدرام، تعمل عملية فرملي. طبعا الأجزاء اللي مبينة عندي هي نقطة ارتكاز وعصب ولحام، هاي فقط يعني ما بطلب انكم تكونوا حافظينها، ولكن تكونوا عارفين كيف شكلها، خاصة انه هذا النظام يا شباب تقريبا انتهى من 20 سنة، ظل مستخدم في بعض انواع السيارات اكثر شيء من اجل الهاند بريك، وليس من اجل يعني من اجل فرامل تثبيت السيارة فقط، وليس من اجل الفرامل الرئيسية. هاي كمان شكل اخر لبطانات الاحتكاك زي ما هو مبين عندنا هان. طبعا بطانات الاحتكاك بتركب في هاي المنطقة، ممكن تركيبها باللصق او بالتباشيم او بالصب او باي شكل من اشكال التثبيت. هذا هو الشكل الحقيقي
للدرام بريك زي ما هو مبين امامنا. بنلاحظ انه في عندنا هان السليف سلندر او الاسطوانه الفرعيه، في عندي هان الحذاء، وفي عندي هان كمان حذاء. لما يجي ضغط الزيت بيعمل على دفع هاي باتجاه اليمين واليسار حتى تحتك مع الدرام بريك، وهذا اللي مبين امامنا هو ابسط انواع الفرامل نوع درام بريك. في عندنا الفرامل ذات القدره المزدوجه زي ما احنا ملاحظين، ما بيكون طلع نجي نقارن بين هاي والسابق، هذا الشكل بنلاحظ انه من اسفل في نقاط ارتكاز مثبتة عليهن، ولكن هذا الشكل الثاني ما بيكون مثبت على نقاط ارتكاز، كل واحد فيهن يرتكز على الاخر عن طريق هذا الجزء اللي مبين امامنا. في بيكون عندي زمبركات اثنين في هذا الشكل، زمبرك سفلي وزمبرك علوي، بينما هذا الشكل السابق فقط زمبرك واحد علوي. لما يجي ضغط الزيت على الاسطوانه الفرعيه بتعمل على دفع الاحذيه باتجاه الدرام، وبتعمل على تثبيت الدرام وبالتالي تثبيت العجل. في عندنا الدعم الذاتي او المعايره التلقائيه، طبعا في بعض انواع درام بريك وضعوا شيء يسمى معايرة الفرامل التلقائية، بحيث انه كل ما تهتري البطانة الاحتكاك يعمل تلقائيا على ادارة هذا البرغي دورة او دورتين كل فترة معينة، وذلك من اجل تقريب الحذاء من الدرام حتى يظل بريك بقوة كبيرة. في حالة عطله يمكن لفه باستخدام مفك خاص. الفرامل القرصية أو الكاليبر أو الديسك بريك، وهي اللي راح نركز عليها لأنه هي المستخدمة في السيارات الحديثة، مثل ما ذكرنا أنه الدرام بريك لم يعد مستخدم إلا في سيارات نادرة ومن أجل الهاند بريك ليس إلا. مثل ما ذكرنا يا شباب، هاي الفرامل القرصية تستخدم في السيارات من غاية الثمانينات، من بداية الثمانينات لغاية 2000 في العجلات الأمامية فقط. بعد 2000 صارت تستخدم هذه الفرامل في الأربع عجلات، وفي بعض أنواع سيارات تم تركيب عليها الهاند بريك منذ الثمانينات مثل السوبارو النملي وغيرها من السيارات الصغيرة. طبعا هي راح نحكي انه عدم انتشارها في تلك الفترة بشكل كبير، مع العلم انها موجودة فترة الثمانينات، انه صعوبة تركيب الهاند بريك عليها، فكانوا يستخدموا درام بريك في العجلات الخلفية وذلك من اجل تثبيت الدرام بريك عليها، وما عدا ذلك فهي كلها حسنات. اذا سيئتها الوحيدة صعوبة تركيب الهاند بريك عليها. تقسم الفرامل القرصية إلى قسمين، فرامل قرصية ذات سرج ثابت، وفرامل قرصية ذات سرج قابل للحركة أو سرج عائم. شو الفرق بينهن؟ الآن راح نشوفهن. هذا السرج اللي مبين أمامنا هو سرج عائم أو قابل للحركة. السرج العائم يا شباب بيكون فيه مكبس واحد زي ما احنا شايفين، أو مكبسين على نفس الجهة، مش مكبس على اليمين ومكبس على اليسار. إذا كان في عندي مكبس جهة اليمين ومكبس جهة اليسار بيكون ثابت، بتكون فرامل القرصية ثابتة أو سرج ثابت، ولكن إذا كانت على جهة واحدة بتكون عائم. بتكون زي ما احنا شايفين اللي في النص، هذا هو عبارة عن القرص أو الديسك. في عندي هاي بطانات الاحتكاك، في عندي هان ضغط الزيت بيكون جاي على هذا المكبس، لما يضغط على المكبس بيعمل على دفع بطانة الاحتكاك اللي مبينة أمامنا باتجاه الديسك، اللي هي اليمين هاي باتجاه الديسك، ويعمل بما إنه عائم بيعمل على سحب البطانة الأخرى سحب مثل الفك، بسحبها وبخليها تحتك بالديسك الدائر، وبالتالي يعمل عملية فرملي. الشكل اللي على اليسار اللي مبين هان عندي هو عبارة عن الشكل الحقيقي لنظام الفرامل. طبعا في هان زي ما احنا شايفين برغي خاص للتخلص من الهواء اللي بيكون موجود في نظام الفرامل، وفي المادة العملية رح نشرح لكم بالتفصيل كيف بيتم التخلص من الهواء في داخل نظام التزييت، في داخل نظام الفرامل. مثل ما احنا شايفين يا شباب، في عندنا الديسك اللي مبين امامنا هان، هو عبارة عن ديسك نوعا ما سميك، طبعا هذا مهوى، بنلاحظ انه فيه غير مصمت، قد يكون مصمت وقد يكون جزئين منفصلين زي ما هم مبين امامنا هان، او يعني طبعا مصمت انه ما بيكون فيه ثقوب في الداخل، قد يكون مهوى، في الثقوب هاي اللي مبينة عندنا هان اجل تبريده، قد يكون جزء واحد هو والصرة مثل ما هو مبين من جهة اليمين، وقد يكون جزئين منفصلين، يعني الصرة جزء والقرص جزء آخر مثل ما هو مبين في جهة اليسار. الآن بحكي لنا عن السرج أو الكاليبر اللي مبين أمامنا هان. كمان مرة هذا السرج اللي مبين أمامنا هو عبارة عن سرج عائم، المكبس جاي جهة واحدة، لما يجي ضغط الزيت على هاي المنطقة بدفع البطانة هاي باتجاه اليمين، وبسحب البطانة على اليمين باتجاه اليسار عن طريق السرج العائم.
معظم أنواع السرج تصنع من حديد الزهر، وفي بعض الأحيان تصنع من الألمنيوم. طبعا في بيكون في داخلها مسارات خاصة للزيت، وفيها برغي خاص لتنفيس الهواء. كذلك في عندنا واقيات للأتربة بتمنع دخول الأوساخ إلى داخل المكبس. هذا الشكل مكبر عن الشكل السابق، بين لنا الأجزاء للي ما شافها بشكل واضح سابقا. هنا بين لنا الأجزاء بشكل أوضح. هنا بطانات الاحتكاك، هان واقي الأتربة، هان في عندنا مسمار نزف الهواء اللي هو البرغي اللي بيتم التخلص من الهواء الموجود في الزيت في نظام الفرامل. هنا مدخل سائل الفرامل اللي بيكون موجود من داخل، اللي جاي من الماستر سلندر. هنا عندي المكبس، طبعا المكبس هو اللي لما يتحرك جهة اليمين بيضغط على بطانة الاحتكاك عشان تحتك مع القرص، وبالتالي كمان بيؤدي إلى سحب البطانة الأخرى عن طريق الفك لأنه عائم. في عندنا حابك المكبس، طبعا هذا وظيفته منع خروج الزيت إلى خارج المكبس. وفي مسمار تثبيت السرج اللي هو البرغي اللي بيعمل على تثبيت السرج في مكانه. أعتقد إنه هاي هيك أصبح واضح للجميع، ما في شيء غير واضح. هذا أيضا شكل آخر وصورة موضحة للي بده يشوف بشكل أوضح الأجزاء اللي بتكون منها الديسك بريك. أعتقد إنه كله الآن أصبح مشروح وواضح. هذا كمان شكل ثالث. طبعا بلاطات الفرامل المقصود فيها اللي هي المادة الاحتكاكية اللي بتكون راكبة على الأحذية اللي يتم استبدالها كل ما تحتاج. ما في شيء جديد عندنا. طبعا هذا اللي مبين أمامنا يا شباب هو قرص أو سرج ثابت. ليش؟ لأنه في عندي مكبس جهة اليمين، مكبس جهة اليسار. لما يكون في عندي مكابس جهة اليمين وجهة اليسار بنسميه السرج الثابت. لما يكون عندي سرج باتجاه بجهة واحدة أو مكبس باتجاه واحد فقط بنسميه العائم. قد يكون مكبسين من نفس الجهة. قد يكون عندي أربع مكابس، اثنين على اليمين واثنين على اليسار، هذا أيضا يعتبر ثابت. المهم إذا كان في عندي مكابس على الجهتين هذا يعتبر ثابت، وإذا كانت المكابس على الجهة واحدة يعتبر عائم. هاي كمان توضيح آخر لمبدأ عمل المكبس. فبنلاحظ إنه مثلا تيجي ضغط الزيت في هاي المنطقة، فبدء المكبس بدفع الباد هاي الموجودة عندي هان، أو المادة الاحتكاكية، بحيث إنها تحتك مع الديسك أو مع القرص، وبيعمل على جذب المادة الاحتكاكية بالجهة المقابلة عن طريق فك السرج. طبعا في عندنا الجلد اللي مبين هان ماخذها مكبرها، هيو شوف كيف انحنت. هاي تعمل عمل الزمبرك لما يقيم السائق رجله عند دعسة البريك، تعمل عمل الزمبرك كده. شوف شو بتعمل، بترجع لوضعها الطبيعي. لما ترجع لوضعها الطبيعي بتسحب المكبس بعيدا عن الديسك. اذا هاي احد الامور او احد القوتين اللي بتبعد بطانة الاحتكاك عن الديسك، اللي هي الجلدي اللي مبين عندي هان. تنثني شوي ولما يقيم رجله السائق ترجع لوضعها الطبيعي، فبتسحب معها بطانة الاحتكاك، تسحب المكبس والمكبس بيسحب بطانة الاحتكاك. في عندي قوة أخرى تعمل على إبعاد بطانات الاحتكاك عن ديسك، اللي هي عندما يدور الديسك بسبب الطرد المركزي يعمل على إبعاد الأحذية هاي أو البادز بسموها، يعمل على إبعاد البادز عن الديسك. فبالتالي دائما وأبدا في بيكون عندي هان مسافة قليلة أو فراغ قليل يسمح للديسك إنه يدور بحرية. الشكل اللي مبين امامنا شكل مكبر عن الشكل السابق، ايضا بعطينا بشكل اوضح. لاحظ انه هاي الجلدي طبعا لها وظيفتين. هاي الجلدي الوظيفه الاساسيه بتمنع خروج الزيت الى الخارج، وبالتالي لما تنثني بهذا الشكل ويروح تاثير ضغط الزيت اللي جاي عليها ترجع لوضعها الطبيعي زي ما هو مبين عندي بالشكل اليمين، فبتسحب معها المكبس الى الخلف، وبالتالي بتبعد الباد هاي، بتبعدها عن الديسك، وبالتالي يصبح في مسافه ما بين الباد وما بين الديسك، فبصير الديسك يدور بحرية. هاي القوة الأساسية اللي بتعمل على إبعاد الباد أو المادة الاحتكاكية عن القرص، وهنالك قوة أخرى حكيناها اللي هي الطرد المركزي. أعتقد هيك أصبح هذا الشكل مفهوم للجميع. عادة ما تكون بطانات الاحتكاك المستخدمة في الفرامل القرصية أصلب من بطانات الاحتكاك المستخدمة في الفرامل الانفراجية، وذلك لأن المساحة المعرضة للاحتكاك في الفرامل القرصية أصغر وأقل، ويكون الضغط المؤثر عليها أكبر. فلذلك حتى ما تهتري بسرعة بصنعوها من مادة أصلب.
عادة المواد اللي تصنع منها البطانات الاحتكاكية هي إما مواد عضوية أو شبه معدنية أو معدنية. قديما كانت تصنع بشكل أساسي من الإسبست، ولكن نظرا لتأثيره السيء على البيئة تم تقليله بشكل كبير جدا، وأصبحت بعض الشركات لا تستخدمه بشكل كامل في صناعة بطانات الاحتكاك، وهناك شركات أخرى تستخدمه بكمية قليلة جدا. بنلاحظ يا شباب إنه هاي الجهة في عنا نهاية مشطوفة، هاي النهاية المشطوفة اللي مبينة عنا هان حتى تقلل من الاهتزاز أثناء بدء ملامسة بطانة الاحتكاك للديسك، حتى تمنع الاهتزاز عملوها بالشكل هذا. شايفين كيف نهاية مشطوفة؟ بعض أنواع السيارات مش موجود فيها، ولكن هناك سيارات كثيرة عملوها زي ما هي مبينة أمامنا حتى تقلل من الاهتزاز. بنلاحظ إنه في عندي هان كمان حز بكون موجود في النص. الهدف الأساسي لهذا الحز إنه الرايش اللي بنتج أو بتساقط من المادة الاحتكاكية إنه يخرج بعيدا، وكذلك هدف آخر للتهويه. كما يوجد هدف ثالث لهذا الشق، وهو إذا كان غير واضح وغير مبين نهائيا، هذا يعني إنه البطاني قد انتهى عمرها الافتراضي ويجب استبدالها. الآن لو جينا عملنا مقارنة ما بين فرامل الدرم بريك وفرامل الديسك بريك. أولا، فرامل الدرم بريك تتأثر القوة الفرملية في السرعات العالية، وذلك بسبب تأثر بطانات الاحتكاك بعزم القصور الذاتي. طبعا كل ما زادت السرعة كل ما أدى ذلك أنه بيأثر في فرامل الدرم، ولكن هذا الكلام لا يؤثر في فرامل القرص أو فرامل الديسك بريك، لأنه البطانات جاية على جنب وليس مع اتجاه دوران العجل. اثنين، تأثير الفرملة ضعيف بالمقارنة بالفرامل القرصية، بينما الفرامل القرصية أو الديسك بريك بتكون فرملتها أعلى في جميع السرعات. ثالثا، تصميمها المغلق يؤدي إلى صعوبة تبريدها وقصر عمر البطانات الاحتكاك، بينما ديسك بريك تصميمها مفتوح يؤدي إلى سهولة تبريدها وإطالة عمر بطانات الاحتكاك. رابعا، صعوبة الصيانة في الدرم بريك طبعا صعبة جدا، بينما الديسك بريك سهل جدا تغيير الأحذية اللي خاصة فيها. خامسا، تأثير الفرملة في الخلف أضعف من الأمام، بينما في الفرامل القرصية تكون الفرملة قوية سواء كانت في الأمام أو في الخلف. ممكن واحد يا شباب يسأل بيقول احنا ممكن نغير في الأمام مرتين أو 3 مرات وفي الخلف ما نغيرش ولا مرة، شو السبب؟ السبب أولا إنه في الأمام وزن المركبة بيكون في الأمام أعلى وقوة الاحتكاك بتكون أكبر، فبالتالي القوة اللي بتعرض إلها الديسك بريك في الأمام بيكون أعلى. طبعا على فرض إنه في الأمام موجود عندي ديسك بريك وفي الخلف موجود عندي درم بريك، السؤال يعني إنه ليش بنغير في الأمام أكثر من الخلف؟ إنه الوزن المركبي في الأمام أعلى وأثقل من الخلف، فبالتالي بتعرض لقوة احتكاك أكثر. ثانيا، الديسك بريك يا شباب حجمه صغير، ومساحة اللي بتكون ملامسة الديسك بريك صغيرة مقارنة بالدرم بريك، فبالتالي هاي الأسباب تؤدي إلى إنه الديسك بريك في الأمام يتغير بشكل أسرع من درم بريك اللي في الخلف. سادسا، فرامل التثبيت او الهاند بريك اللي مبينه امامنا زي ما احنا شايفينها. طبعا فرامل الهاند بريك لازم تكون منفصله عن الفرامل الخدمه العاديه، وظيفتها تثبيت المركبه اثناء التوقف وليس تثبيت المركبه اثناء السير. بتفيد في حاله وحده، اذا صار في مشكله في الفرامل الاساسيه ممكن استخدام هاي الفرمله لتثبيت السياره. مثل ما احنا ملاحظين في عندنا رافعه تستخدم باليد، يمكن تشغيلها باليد. ففي عندي هان كمان اسلاك او كيابل اللي بتعمل على ايصال الحركه او القوه الى الدرم بريك اللي موجود في الخلف من اجل تثبيت المركبه. معظم السيارات يا شباب بيكون الهاند بريك فيها مركب على العجلات الخلفيه فقط، وقلنا انه لغايه ال 2000 بيكون درم بريك في الخلف، وسهوله التركيب الهاند بريك على الدرم بريك جعلت انهم استخدموا الدرم بريك لغايه ال 2000. في بعض انواع سيارات بيكون الهاند بريك موجود على السيارات في الامام، مع العلم انه في الخلف موجود درم بريك، وفي الامام في عندنا ديسك بريك الا انها موجوده في الامام. مثال على ذلك سوبارو النملي اذا تعاملتوا مع هاي السياره. مكونات فرامل التثبيت، في عندنا 3 مكونات اساسيه. اولا، وسيله تشغيل الفرمله وتتكون من رافعه او عصا او بدال. اثنين، وسيلة نقل القوة وتتكون من سلك أو من كابل أو أعمدة.
3 وسيلة توفير قوة الاحتكاك لإيقاف السيارة وتتكون من عنصرين هما فرامل العجل الفرامل الانفراجية الخلفية والفرامل القرصية الخلفية ب فرامل مركبة على مخرج صندوق الدروس. الآن راح نحكيها إن شاء الله بالتفصيل. أول شيء وسيلة تشغيل فرامل التثبيت زي ما احنا شايفين أمامنا، قد تكون باليد مثل ما هي مبينة أمامنا، قد تكون عصا نسحبها بتكون في الأمام موجودة برضو. طبعا هاي عادة فرامل التثبيت بنسحبها باليد بتكون بجانب السائق. هاي العصا فرامل التثبيت عادة بتكون أمام السائق، وقد تكون بدال فرامل يتم تشغيلها بالقدم كما في بعض أنواع السيارات مثل المرسيدس وبعض وأنواع أخرى من السيارات. هذا الشكل اللي مبين أمامنا، أيضا مبين لنا هاي ذراع الهاند بريك اللي مبين عندي هان. عند رفعها تتجه القوة ثم تأتي عبر الأسلاك إلى الدرم بريك اللي موجود في العجلات الخلفية. الآن في عنا الفرملة الدائمة أو المبطئات أو الفرملة الثالثة، وهي عادة ما تستخدم في السيارات الكبيرة أو في الشاحنات، وتقسم إلى عدة أقسام. أنواع الفرملة الدائمة، أول نوع اللي هي بنسميها فرملة المحرك أو فرملة العادم أو الطفاية باللغة العامية. طبعا يا شباب بالنسبة للسيارات الكبيرة حرصا على إنه البريك ما يحماش ويبلطن الفرامل ونفقد السيطرة على السيارة، بسبب انه الفرامل اذا بتبلط يعني بتحمى بشكل كبير بتفقد قدرة الفرملي، فبالتالي وضعوا لها نظام ثالث او فرامل اضافية ثالثة لها بتعمل على تثبيت السيارة او تخفيف سرعتها. فمثلا نيجي لفرملة المحرك او الطفاية او فرملة العادم، هي باختصار عبارة عن بوابة او صمام يتم التحكم به ميكانيكيا او كهربائيا، يتم تسكير مجرى العادم اللي خارج من الاكزوست. فاذا اراد السائق انه يخفف من سرعه المركبه او يعمل المحرك كفرملي فانه بسكر مجرى العادم، فلما يبطل العادم يخرج من المحرك بظل محصور في داخل المحرك، فبالتالي يصعب دوران المحرك، وفي هاي الحاله يعمل المحرك كنظام فرامل يعمل على تثبيت المركبه. هذا النظام سيئته انه بيعمل حمل كبير على المحرك، فبطلوا يستخدموه في المركبات الحديثة. اخترعوا النوع الثاني اللي هي الفرملي الهيدروليكي او اللي بيسموها ريتاردر. يعتمد هذا النظام على عملية الكبح الهيدروليكي، وذلك بإضافة وحدة كبح هيدروليكي او توربيني على مخرج صندوق السرعات المتصل مع مجموعة النقل النهائية. ومن مميزات هذا النظام زيادة كفاءته كلما زادت سرعة المركبة. يعني بكونوا حاطين كافة التور كونفرتر، بكونوا حاطين توربيني بتكون موجودة على الاوتبوت شافت اللي طالع من الجير، واذا بده السائق يعمل فرملي فانه بيعمل على تثبيت الاوتبوت شافت. الاوتبوت شافت ما متصل بالعجلات، وهذا ميزته انه كل ما كانت سرعة عالية بتكون كفاءته افضل. النوع الثالث الفرملي الكهربائية او بسموها التلمة. طبعا مثل ما ذكرنا هاي كلهن مستخدمين في الشاحنات. طبعا بما انه كهربائي اذا بدنا نحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية. نقرأ ونشرح. يتكون هذا النظام من مجموعة من الملفات محاطة حول عمود نقل الحركة الكردان، ومتصلة بوحدة تحكم كهربائية تعمل على زيادة التيار وتقليله حسب الحالة، حيث ان سيران التيار يعمل على بناء مجالات مغناطيسية قوية محدثا قوة فرملية لعمود الكردان. عمود الكردان يا شباب اللي هو عمود درايف شافت. ومن مساوئ هذا النظام الارتفاع العالي لدرجات الحرارة للملفات نتيجة مرور التيار فيها. ومن مزاياه يعمل على جميع سرعات المركبة، ويعمل على تثبيت المركبة أو سيطرة عليها في الطرق المنزلقة خلال الأعمال العالية. باختصار بيكون راكب على عمود درايف شافت، لما يشغله السائق بيعمل على توليد تيار كهربائي، هاي يعني بيعمل حمل كهربائي على الدرايف شافت، فبالتالي يعمل على تثبيت الشاحنة. طبعا بحول الطاقة الكهربائية، بحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تعمل على تثبيت الشاحنة. في السيارات الكهربائية صاروا يستفيدوا من هاي الحالة إنه هاي الكهرباء المتولدة بيشحنوا فيها بطارية السيارة. النوع الرابع الفرمل عن طريق التحكم بالصبابات الجيكو. باختصار يا شباب هاي شبيهة بالطريقة الأولى، إنه بنعمل على تسكير الصبابات اللي خارجي من المحرك، فبالتالي بيعمل المحرك كفرملي لتثبيت المركبة. وأيضا هذا النوع الأخر بيعمل حمل على المحرك، لا يفرق كثيرا عن النظام الأول.
سابعا مصباح التحذير اللي هو الضوء اللي مبين امامنا لونه احمر وعليه علامة التعجب. طبعا هذا يا شباب بيكون موجود تحت ايد الهاند بريك، بحيث انه في سائقين كثير بيمشوا وبكونوا ناسين الهاند بريك مرفوع، فبالتالي هذا الضوء يشير الى انه السائق لازم ينزل الهاند بريك حتى يستطيع انه يتحرك بالمركبة مثل ما هو مبين امامنا. اذا نزلنا الهاند بريك بيكون في وصلي او في صمام او مفتاح كهربائي بيكون تحت ايد الهاند بريك، يعمل على فصل التيار الكهربائي لما ينزلها على الاخر. بينما اذا كانت مرفوعة شوي هذا يؤدي الى عدم فصلها، وبالتالي مرور التيار الكهربائي الى داخل او الى الضوء، وبالتالي يضيء ويحذر السائق. انابيب وليات الفرامل مش صعب كثير. الانابيب يا شباب زي ما احنا شايفين في عندنا من الماستر سلندر الى العجلات بتكون مصنوعة من الحديد، وعند العجلات بتكون مصنوعة من المطاط لانه حتى تسمح للعجل يرتفع وينزل، ما في شيء مميز اكثر من هيك فيها. ممنوع انها تكون مثنية، لازم تكون هاي العجلات او تكون هاي الانابيب دغرية حتى يسير الزيت فيها بسهولة. بالنسبة يا شباب للانابيب وكذلك المطاط، الجزء المطاطي فيها يجب ان يصنع من مادة قوية جدا تتحمل الضغط العالي، ممكن نصنع اكثر من عدة طبقات حتى تتحمل الضغط. ممكن انه بعض انواع الماستر سلندر يخرج منها 4 انابيب، لكل عجل له انبوب خاص. في بعض انواع سيارات انه بخرج انبوبين، مثلا الانبوب الاول بغطي العجلات 2 الاماميه والانبوب الثاني العجلات 2 الخلفيه. الشكل اللي مبين امامنا في 3 انابيب، بحيث انه انبوب بخرج العجل اليمين وانبوب بخرج العجل اليسار والانبوب الثالث بخرج وبروح للعجلات الخلفيه الاثنين. في تفريعه بتكون موجوده هان بنوريكم اياها بعد شوي، بحيث انه بتقسم الضغط او بتقسم سائل الفرامل الى العجل اليمين والعجل اليسار. طبعا معظم انواع السيارات الصغيره بتكون هيك، بكون طالع منها 3 انابيب، 2 للامام وانبوب 1 للعجلات 2 الخلفيه. بالنسبه للتفريعه اللي في الخلف فيها شكلها هيك تقريبا، بكون بهذا الشكل. الان يا شباب في عندنا موضوع مهم اللي هي استنزاف الهواء من نظام الفرامل، يعني لما يدخل الهواء عدو جدا للبريك، فبالتالي بيضعف البريك، يجب التخلص منه. في 3 طرق بالجزء العملي بتاخذوها 3 طرق، ولكن الان بدي احكي لكم الطريقه الدارجي وكل الناس بيستخدموها، والطرق الثانيه نادر ما حد يستخدمها، اللي هي بيكون معك السائق او اي شخص اخر تطلب منه انه يطلع على او يركب خلف المقود ويضغط من 3 الى 4 ضغطات على دعسة البريك. في الاخر تطلب منه انه يضغط وظل ضاغط. انت بتكون مجهز الوعاء الزجاجي والبربيج وبتكون حاطه في برغي التنفيس، اثناء وهو ضاغط تطلب منه يضل ضاغط رجله، تفتح برغي التنفيس، فبالتالي تنزل رجله للاسفل. لما تنزل رجله للاسفل بتدفع الزيت اللي بقى موجود هان وبدخل وين عندك في الزجاجي. ثم وهو داعس رجله ممنوع يشيل رجله نهائيا وهو ضاغط، بتشد انت البرغي الموجود عندك حتى ما يسحب هواء، ثم تطلب منه يكرر العملية مرة ثانية وثالثة إلى أن تلاحظ. طبعا بكون هذا البربيج اللي مبين عندك كان بربيج شفاف، إلى أن تلاحظ أنه الزيت بخرج من هذا العجل دون فقاعات أي، يعني دون وجود لأي فقاعات الهواء نهائيا. بهاي الحالة بعد ما تكرر العملية 3 4 مرات بتتأكد أنه هذا العجل خالي من الهواء، تنتقل للعجل الثاني والثالث والرابع وهكذا. الآن التوزيعات المتبعة لدوائر فرملي الهيدروليكية باختصار يا شباب، حكيناها سابقا. قد طبعا اتفقنا انه في عندنا في داخل الماستر سلندر بيكون في عندنا جلدتين. السيارات القديمة جدا كانت جلدي واحد، بحيث انه اذا خربت هاي الجلدي تفقد الفرملي في المركبة بشكل كامل، ولكن المركبات الحديثة تم وضع جلدتين. فهاي ابسط نظام بين امامنا بنسميه تي، زي ما هم مبين شايفينه تي او اي اي، بحيث انه الجلد الاماميه للعجلات الاماميه والجلد الخلفيه للعجلات الخلفيه. هذا نادر الاستخدام جدا. في عندنا النوع الاكس وهو شائع الاستخدام اكثر شيء. الجلد الاماميه تغطي العجل الامامي شمال والخلفي اليمين، والجلد الخلفيه تغطي العجل الامامي اليمين والخلفي الشمال، وهذا النوع شائع اكثر. في نوع ثالث زي ما احنا شايفين بسموه اتش تي. مثلا في عندنا الجلد الاماميه لون الخط الازرق بغطي العجل الامامي الشمال والعجلات الاثنين الخلفيه، وبينما الجلدي الخلفيه تغطي العجل الامامي اليمين، وهذا نوع نادر جدا. في عندنا كمان هذا النوع اللي مبين عني
انه الجلد الامامي تغطي العجلات الاثنين اليسار زي ما احنا شايفين، والجلدي الثاني تغطي العجلات اليمين، وهذا نادر جدا جدا. في اكثر نوع يا شباب او اصعب نوع وهو نادر جدا الاستخدام ولكنه افضل نوع، انه الجلد الامامية تغطي الاربع عجلات الامامية والجلد الخلفية تغطي الاربع عجلات. احنا بالنسبة لنا مش مطلوب منا جميع هاي الامور، احنا بنركز فقط على الاكس او الامامي خلفي هو اكثر انواع انتشارا، بقية الانواع فقط للاطلاع. الان ان شاء الله بدنا نبلش في موضوع اللي هو نظام منع غلق العجلات. نظام منع غلق العجلات ABS او انتي لوك بريك سيستم، او بنسميه نظام منع قفل العجلات، اما نظام منع غلق العجلات او نظام منع قفل العجلات او ABS او انتي لوك بريك سيستم. هذا النظام يا شباب بيكون مركب على البريك، وظيفته الأساسية هي منع قفل العجلات أو منع قفل أي من العجلات بحيث أنه السيارة تصير تزحف زحف. شو الهدف؟ الهدف يا شباب أنه إذا قفلنا العجلات بصير عندنا شغلتين، الشغلة الأولى أنه بتطول مسافة التوقف، والشغلة الثانية أنه السائق بفقد السيطرة على المركبة، لذلك يجب أنه يستمر العجل بالدوران إلى أن تتوقف المركبة بشكل كامل. هذا النظام يا شباب بكون منفصل عن نظام الفرامل بحيث أنه إذا صار في أي خلل ترجع المركبة لتعمل بشكل طبيعي بفرامل عادية دون وجود لنظام الـ ABS. وظائف نظام منع غلق العجلات: الوظيفة الأولى تقليل مسافة التوقف، السيارة اللي فيها نظام غلق العجلات أو نظام الـ ABS بتكون مسافة التوقف فيه أقرب من اللي ما فيش فيها نظام منع قفل العجلات. اثنين، القدرة على المناورة والتحكم في نظام التوجيه أثناء الفرملة، باستطاعة السائق أنه يدعس بريك مثل ما احنا ملاحظين، باستطاعته أنه يدعس بريك ويلف الستيرنج جهة اليمين أو جهة اليسار كما يريد بدون أي مشكلة، ولكن هاي على الشمال سيارة ما فيها ABS دعس بريك السائق فالستيرنج ما تجاوب مع السيارة، ظلت سيارة ماشي دغري وعملت حادث واصطدمت بالجدار اللي موجود في الأمام. ثالثا، المحافظة على الإطارات. طبعا اتفقنا أنه الـ ABS بيمنع قفل العجلات، فبالتالي لا تترك اثر الطريق او لا الاطار لا يترك اثر على الطريق، وبالتالي يطيل من عمر الاي بي اس. طبعا في عندنا يا شباب عده اشكال بتبين لنا مكونات الاي بي اس زي ما احنا شايفين، هذا احد الاشكال. في عندنا هان اللي مبين عندي، هان اللي هو عباره عن العجله المسنني او تريجر ويل بنسميها. في عندي هان ويل سبيد سنسور، الاسماء باللغه الانجليزيه ضروري نحفظهم. ويل سبيد سنسور اللي هو الحساس اللي خاص بالاي بي اس، طبعا بكون في عندي اربع حساسات. في عندي وحده تحكم الكترونيه اي سي يو، هاي كلها اسمها الكترو هيدروليك كنترول يونت او وحده تحكم الالكترو هيدروليكيه، بتتكون من محرك كهربائي مع مضخه، طبعا المحرك من اجل تشغيل المضخه، اكوميوليتر او معدل للضغط، طبعا وظيفته انه بتجمع فيه الضغط الفائض اللي بيكون راجع من العجلات بتجمع فيه، وبعدها بيعمل المضخه على سحبهن وارجاعهن الى الماستر سلندر كما راح ناخذه ان شاء الله لاحقا. في كمان سولينويد اللي هي ملف كهرومغناطيسي، طبعا بيكون في عندي اربع حساسات، بيكون عندي اربع سولينويدات، مضخه واحده، اكوميوليتر واحد من اجل التحكم في نظام الفرامل. هذا ايضا شكل اخر ببين لي الاجزاء اللي بتكون منها نظام الاي بي اس، ويجب حفظ جميع الاجزاء باللغه الانجليزيه. نبلش من الامام، رايت فرونت سنسور، طبعا هي المفروض اسمها الكامل رايت فرونت ويل سبيد سنسور، رايت فرونت ويل سبيد سنسور، كلمة ويل سبيد سنسور لازم نحفظها. في عندنا هان اي بي اس كنترول يونت اللي هو الكمبيوتر الخاص بالاي بي اس، هنا في عندنا ليفت فرونت ويل سبيد سنسور، هنا ليفت رير ويل سبيد سنسور، وهنا في عندنا رايت رير ويل سبيد سنسور. طبعا نرجع نترجمهم، رايت فرونت ويل سبيد سنسور العجل الحساس السرعة الامامي اليمين، هنا ليفت فرونت ويل سبيد سنسور حساس السرعه
الأمامي اليسار left rear wheel speed sensor، حساس السرعة الخلفي اليمين الخلفي الشمال، right rear wheel speed sensor، حساس السرعة الخلفي اليمين. الهيدروليك يونت أو الهيدروليك كنترول يونت، وحدة التحكم الإلكترو هيدروليكية اللي حكينا عنها سابقا، بامب ريلي اللي هو ريلي الخاص بالمضخة، مين ريلي الريلي الرئيسي اللي خاص بالمركبة، انتي لوك وايرنج لامب امبير اللي هو بيكون ضوء موجود في داخل في داخل التابلو حتى يبين انه شغال او مش شغال النظام الاي بي اس. في بريك وارنينج لامب، هي المفروض تكون انتي لوك وارنينج لامب، هي مكتوبة بالخطأ هنا انتي لوك وارنينج لامب، وهنا بريك وارنينج لامب اللي هو الضوء اللي خاص بنظام الفرامل اللي حكينا عنه سابقا. ايش ضل عندنا اشياء ما حكيناها؟ اعتقد جميع الاجزاء حكيناها بشكل مختصر، وان شاء الله راح نرد نشرحها بشكل مفصل بعدين نشوف في شيء ثاني. هي كمان برضه جزء باللغه العربيه، مشغل النظام اللي هي الالكترو هيدروليك كنترول اللي حكينا عنها، مرحل دائر الحساس اللي هو التريجر ويل، هي لونه معطي على زهري، حساس سرعة الأمام اللي هي فرانت ويل سبيد سنسور، طبعا هنا الليفت هي فرانت ليفت، نقطة فحص اللي بخلال نشبك من خلالها الكمبيوتر، ضوء الأعطال حكينا عنه سابقا، حساس السرعة الخلفي، حساس دائرة الحساس اللي هي نفسها هاي. أوكي، وحدة التحكم في النظام شوف وين موجودة في الخلف زي ما مبيني أمامنا. نشوف في أشياء ثانية الان بشرح جزء جزء. وحده التحكم في نظام اي بي اس اللي هي الكمبيوتر يا شباب، وظيفته مراقبه الاربع عجلات، واذا شاف انه واحد من العجلات سرعته بلشت تقل طبعا عن الثلاث عجلات الثانيه، بصدر امره انه بتقليل ضغط زيت البريك اللي رايح عليه. اتفقنا انه الاي بي اس لا يعمل الا اثناء الضغط على دعسه الفرامل، فلما يضغط الشوفير واحد العجلات يكون تحتيه زيت او ماده زلقه فسوف يقفل هذا العجل. شو بيعمل الكمبيوتر الاي بي اس؟ بيراقب الاربع عجلات وبيعمل انه بقلل ضغط الزيت على العجل اللي قرب انه يقفل، بحيث انه الاربع عجلات يتوقفن في نفس اللحظه. اثنين، مصباح التحذير اي بي اس زي ما هو مبين امامنا لونه اصفر، في حاله حدوث اي عطل في نظام الاي بي اس بيضوي عندنا هذا النظام هذا او بيضوي عندنا هذا الضوء. هذا الضوء اول ما افتح السويتش لازم يشتغل لمده 3 أو 4 ثواني بعد ما يشيك على النظام انه فيش فيه اي مشكله بطفي، بعدها بشغل السياره. اذا لم يضيء نهائيا او اضاء واستمر في الاضاءه بعد تشغيل المركبه، هذا يعني انه في مشكله في نظام الاي بي اس. ثالثا، حساسات السرعه الاماميه والخلفيه طبعا حكينا عنها، اللي هي ويل سبيد سنسورز الفرونت والرير الليفت والرايت، حكينا عنها بشكل مفصل، وهيها مبينه امامنا هان يا شباب. هاي في عندنا هان اللي بنسميها جير بلسر او التريجر ويل، وهي في عندنا هنا الحساس، هاي كمان هنا مبين لي بشكل اوضح الجير بلسر، هيها بتدور، وهي في عندنا هنا الحساس الموجود عليها، طبعا هذا الحساس بعطي هاي الاشاره للكمبيوتر، لاحظ انه اللي لونها ازرق متقطع شايفينها، هيك بيكون شكل الاشاره بالسرعات البطيئه، بينما اللي لونها احمر شكل الاشاره بالسرعه العاليه. هاي هذا كبر لي اياها بشكل اكبر حتى نشوفها، مكتوب عليها هاي سبيد سرعه عاليه، وهي لونها ازرق ات لو سبيد، وهي الجير بلسر او التريجر ويل، وهنا في عندي الويل سبيد سنسور. هذا هو الشكل الحقيقي يا شباب الويل سبيد سنسور، هاي الويل سبيد سنسور مبين عندي هان، ايوه شايفينه، وهي هان التريجر ويل او الويل بلسر زي ما هو سماها، هذا طبعا مستخدم في سيارات اللي هي فرونت ويل درايف. في بعض انواع سيارات قديمه شوي بتبقى مستخدمه ثلاث حساسات فقط، اثنين في الامام وواحد خلفي بيكون موجود على الديفرنشال زي ما هو مبين امامنا. طبعا هذا النوع من المركبات حاليا شبه انقرض، فبالتالي ما راح نركز عليه كثير، ولكن معلومه حبيت احكي لكم اياها على السريع. رابعا، مشغل اي بي اس. مشغل اي بي اس يا شباب هو بيحتوي على الدائره الهيدروليكيه لنظام الاي بي اس اللي هي الالكترو هيدروليك كنترول يونت، بتكون من اربع صمامات كهرومغناطيسيه، بتكون من الاكوميوليتر اللي هي مخزن لضغط الزيت،
وبتكون من طبعا مضخة واحدة 4 صمامات كهرومغناطيسية اكوميوليتر والدائرة الهيدروليكية اللي بتكون منها زي ما احنا شايفين. هاي هذول عندنا هان الصمامات كهرومغناطيسية، وهي في عندي هان الاكوميوليتر، وهي في عندي هان العجلات اللي هي الأمامية والخلفية. هاي اللي مبينة عندي هان، هذا أيضا الأكوميوليتر اللي بيعمل على تخزين الزيت، وظيفته إذا صار خلل في المضخة بيعمل هذا على تزويد النظام، لأنه حتى إيقاف المركبة في حال إذا كان لنظام الفرامل، أو لتشغيل نظام الـ ABS إلى أن تتوقف المركبة. هاي كمان الشكل الحقيقي له اللي مبين أمامنا. هيك يا شباب باختصار الـ ABS، وإن شاء الله راح أوريكم فيديو يشرح بالتفصيل نظام الـ ABS.